الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحب تأخذ الكرسي تجلس عليه؟ ويتجدد اللقاء مع آية البر الجامعة، حيث يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. آية البر الجامعة مقدمة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ومضمون: عقيدة خالصة وعبادة صحيحة ومعاملة حسنة وأخلاق طيبة. الخاتمة: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وبعد الكلام عن المقدمة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، والشروع في الركن الأول من أركان الإيمان، ولكن البر من آمن بالله، وبيان معناه وجودا وتوحيدا وكمالا، شرعنا نتحدث في الركن الثاني المذكور في الآية: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وموضعه الخامس في ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، وموضعه في الآية هنا الثاني، وما ذلك إلا للصلة الوطيدة بين الإيمان بالله واليوم الآخر، ولأهمية هذا الركن العظيم. لذلك قال الله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وتقرأ قوله تعالى: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، كأنهما طرفان أو أهم ما في الأركان الستة. والأركان الستة كما علمت: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. جزاك الله خير. The sheikh is giving us the tafsir and explanation about the ayah in Surah Al-Baqarah, ayah 177. ليس البر أن تولوا وجوهكم. The birr or the goodness is not to face your when you pray to face Kaaba, whatever you go to east or west, which is mainly direction for salah. But the goodness is to believe in Allah Subhanahu wa Taala, the last day, the day of judgment, the malaika, angels, the kitab, all the books of Allah Subhanahu wa Taala revealed, and the prophets.
And then this part, first part is aqeedah. Okay, the creed, what you believe in Allah and about everything else. And then the second part is the actions you are going to do. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّ. You give the money, even you love it, you want to hold to your relatives, the orphans, the needy, the travelers, the people who are asking you or the begging you for money, and to free slaves back in time, and those who establish salah and give zakah, and the one who fulfill their promise when they make a promise or an oath, and those who are patient in good time and bad time or difficult time, and during the war or calamity or any disaster, those are the truthful one, and those are the true muttaqeen, the one who fear Allah subhanahu wa ta'ala. And the Sheikh said, this ayah has introduction, which is like a verb, it's not about facing to Kaaba or to east or west, but the true iman, the true belief in Allah subhanahu wa ta'ala is to have a good aqidah and good amal. You have to do good actions. And then the Shaykh in the previous lecture, he talked about the first pillar of to believe in Allah subhanahu wa ta'ala. And the second one, to believe in Yawm al-Akhir, Yawm al-Qiyamah, or the Day of Judgment. And the connection between them is very important, that you believe in Allah subhanahu wa ta'ala, and you know that you're going to meet Him Yawm al-Qiyamah. So, and it should mention many ayat about the relationship between believing in Allah and then Yawm al-Akhir. So, inshallah, he will continue talking about Yawm al-Akhir. Al-Yawm al-Akhir, وقد سبق أن هذا الاسم هو واحد من بين 42 اسما في القرآن الكريم عن هذا اليوم الآخر. كان يقول الآخرة، الساعة، يوم الدين، الحاقة، الواقعة، الطامة، الصاخة، القارعة، هو يوم الفصل، يوم الجزاء، الساعة، الحشر، التغابن، الجمع، اليوم المعلوم، الغاشية. في 42 اسما جمعتها من كتاب الله عز وجل فقط، وسردتها دون أن أقف عليها وقوفا مطولا. تعدد الأسماء يدل على عظم المسمى، أي شيء عظيم تكثر أسماؤه. مثلا سورة الفاتحة، لأنها أعظم سور القرآن، لها أسماء كثيرة جدا، 22 اسما. القيامة لأنها عظيمة لها 42 اسما. الله جل في علاه، لأنه لا أعظم منه، فيما نعلمه 99 اسما، وفيما لا نعلمه مما استأثر الله عز وجل بعلمه فيه أسماء لا تعد ولا تحصى. واليوم الآخر معناه واحد من اثنين، إما آخر يوم من أيام الدنيا يمتد فلا نهاية له، وإما أن الدنيا هي يوم ويسمى اليوم الأول، والآخرة يوم ويسمى اليوم الآخر، فهما يومان. اليوم الأول منهما يسمى بالدنيا، واليوم الآخر يسمى بالآخرة، وشتان بين اليومين. فيوم الدنيا محدود له أول وآخر، أما يوم القيامة أو الآخرة فله أول وليس له آخر. So the Sheikh continued that because Yawm al-Qiyamah or Yawm al-Akhir is a very important terminology in Islam, it has different names. It has 42 names. The Sheikh went through the whole Quran and he can count 42 names of Yawm al-Qiyamah. And he mentioned, as in the Quran, Al-Sa'ah, Al-Haqah, Al-Waqi'ah, Al-Tammah, Al-Sakha, Yawm al-Fasl, Yawm al-Jaza'ah, Al-Hashr, and all these names in the Quran, and everyone has a meaning.
الساعة, the time, or the clock, the watch, where we meet. الجمع, when we are coming together. الواقعة, when something happened, you know, something severe, something important will happen. So every name of the 42 name will give us one indication or one thing that may happen يوم القيامة, inshallah. And the Sheikh mentioned another rule that when we have something important, something great, it would have many names. As then Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, the greatest of all of everything, He has 99 names that we know and many names that we don't know. Surah Al-Fatiha has many names too. So everything is great, has many names. And then the Shaykh mentioned that Al-Yawm Al-Akhir had two meanings. Either the last day of our dunya, our life, this is the last day of the dunya, and then we start Al-Yawm Al-Akhir, or the our life, two parts. One day in dunya, so the whole dunya is one. And the second day is Al-Akhir. So either it is the end of the dunya and start of the next life, or the dunya is one day and Akhirah is the second day. The dunya has a start and end, but the Akhirah has a start but has no end. Inshallah. في محاضرة سابقة كان الحديث عن أدلة البعث بعد الموت من الأدلة القرآنية, سبع أدلة واقعية وسبع أدلة تقريبية بما أغنى عن إعادتها الآن. ثم شرعنا نتحدث عن اليوم الآخر عظيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم, يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وهذا من أسماء اليوم أيضا, اليوم العظيم. عظم هذا اليوم جعله تسبقه مقدمات. مقدمات هذا اليوم أربع: علامات الساعة الصغرى, علامات الساعة الكبرى, زلزلة الساعة, ما بين النفختين. هذه أربع مقدمات قبل يوم القيامة. منها مقدمات الساعة الصغرى مضى عليها 14 قرن ونصف. علامات الساعة الصغرى متى بدأت؟ بدأت ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم القائل: بعثت أنا والساعة كهاتين, وأشار بالسبابة والوسطى دلالة على القرب. بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لما تحسب الهجري 1444 هجرية, زود عليهم 13 عاما العهد المكي, يبقى أدي 57, 1457. لو تركت أنت الكسر يبقى عندك 14 قرن ونصف منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام بدأت علامات الساعة الصغرى التي قال الله عز وجل عنها: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. جاء أشراطها أي علاماتها وأماراتها. فعلامات الساعة لها 3 أسماء: علامات, أمارات, أشراط. جاءت في القرآن وجاءت في السنة. ففي القرآن: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم, فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. في السنة قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل, حديث جبريل المشهور. قال: فما أماراتها؟ في الرواية الثانية: ما أشراطها, يعني رواية البخاري ما أماراتها, رواية مسلم ما أشراطها. اتفق العلماء على تسمية الأمارات والأشراط بعلامات الساعة الصغرى التي تظهر في الناس وقد لا ينتبهون لها,
وعلامات كبرى فيها تغير وانقلاب في الكون كله، علويه وسفليه، علويه بطلوع الشمس من مغربها، وسفليه بطلوع الدجال، فيكون له يوم بسنة ويوم بشهر ويوم بجمعة ويوم كالساعة وسائر أيامه كأيامكم. So the Sheikh continued that continuing about the يوم الآخر, the last day, that the resurrection after death has many proofs. And the Sheikh said, we mentioned this in a previous lecture, and we mentioned seven proofs from the Quran. And one of them, that the kuffar or the disbeliever, the meaning of the ayah, they don't think that they are, Allah subhanahu wa ta'ala will gather them to a great day, and in that day, people will stand up to Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbil Alameen. They will face Allah subhanahu wa ta'ala. And this great day has many introductions before Yawm al-Qiyamah. And we have four important indications or signs. Alamat Sughra, minor signs, and Alamat Kubra, major signs, and the earthquake, the shaking of the hours, and between the two blowing, you know, the Malaika will make the two blows. So all these four major milestones or stations, and then the Sheikh started with the minor signs, and he said it started with the Risala, or the message that Allah subhanahu wa ta'ala sent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, said, as the hadith, Rasulullah sallam said, I was sent, and me and the hour, like the two fingers, like they are very close, like after I come, the hour will come after me. So we have 1444 years, plus the 13 years where from the time Rasulullah sallam was sent to the time he made the hijrah. And you add the 13 to 1444, it will be 1457. So almost 14th century and half. These are the time of the Alamat Surah, the minor signs. And Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran mentioned the ayah فَقَدْ جَاءَ أَشْرَطُهَا, like the signs or the indications of this hour or يَوْمُ الْقِيَامَةِ already came. And as I said, started with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And ulama has different names in Arabic. They call alamat, amarat, isharat. All of them a sign or indication or a signal, you know. And from the hadith, you know, the hadith of Jibreel, when Jibreel came to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam with the Sahaba and asked him about different questions about Islam, Iman, and so on. And he asked him about the hour, Yawm al-Qiyamah. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, like, I don't know as you don't know. Neither of us knows when the time is coming. But and he mentioned some of them. And then the Alamat al-Kubra, the major signs, will be a major change in the universe. Either on the sky, the sun will rise from the west. Okay, you know, the sun rises from east now, right? So the sun will rise from west, and the Dajjal will come out. The Dajjal will come out, and the day will be, the day at that time will be equal 1 year, and then 1 month, 1 week, and one hour. إذن أولى علامات الساعة كانت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام, وثانيها انشقاق القمر, وهو في كتاب الله تعالى في قوله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع
يقول الكافرون هذا يوم عسر. أعوذ بالله، نسأل الله العافية. ومحل الشاهد وانشق القمر، وقد طلب المشركون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيهم بآية وهي انشقاق القمر، فدعا الله عز وجل فإذا بالقمر ينشق على جبلين من جبال مكة صار نصفين، ومع ذلك قالوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. فكانت هذه علامة ربطها الله باقتراب الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس مع أصحابه يقول لهم أعدد ستا بين يدي الساعة، ثم قال أولهن موتي، يعني أول حاجة بعد هاتين العلامتين موت النبي عليه الصلاة والسلام وختم النبوات، فكان موته صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة. وذكره صلى الله عليه وسلم لكثير من الغيبيات بعد وفاته على أنها من علامات الساعة، بمثل قوله لا تقوم الساعة حتى يقع كذا، لا تقوم الساعة حتى يكون كذا، لا تقوم الساعة، فذكر أمورا كثيرة صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة جمعها علماء الأمة في كتب السنة، باب الفتن والملاحم وباب علامات الساعة في البخاري في مسلم في بقية كتب السنة، في كتاب البداية والنهاية أو النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير، في التذكرة للقرطبي، جمعت هذه العلامات من مظانها فإذا هي 120 علامة على سبيل الترجيح وغلبة الظن، 120 علامة ظهر منها 115 علامة وبقي منها 5، وهذا إن دل فإنما يدل على اقتراب الساعة جدا، لكن يبقى علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. طبعا لو المحاضرة سلسلة في العقيدة كنا ذكرنا 115 اللي ظهرت والخمسة الباقية المذكورة أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. So the sheikh continue, JazakAllah khair, the sheikh continue with giving, counting some of them, the minor signs of Yawm al-Qiyamah. As he said, the first one is sending Rasulullah ﷺ with the message of Islam. The second one, Ishraq al-Qamar, the split of the moon. As Allah subhanahu wa ta'ala said in the Surah al-Qamar, اقترب الساعة وانشق القمر. The time of the clock, the hour is became very close and the moon is split. And actually, it was an ayah to the kuffar of Mecca, to the disbeliever of Mecca, that Rasulullah is saying the truth, because they ask him for a mu'jiza or a miracle to support his claim that he is Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And the moon split in two halves, so in two sides, one on each mountain in Mecca. And Rasulullah in many ahadith mentioned that count 6 signs for the hour, and he mentioned one of them, my death. So the death of Rasulullah ﷺ is a'lam or a sign of Yawm al-Qiyamah and the seal of the prophet, a prophethood or prophecy. And he mentioned in many ahadith, Rasulullah ﷺ mentioned two hadith about the unseen, something may will happen in the future that we don't know. And Rasulullah ﷺ used this term, لا تقوم الساعة حتى, the hour will not come until so and so. And the Sheikh mentioned that ulama the hadith, like Bukhari, Muslim, Nasai, all the ulama who collected the hadith of Rasulullah ﷺ, they will title, they make a label or title for this group of hadith as Bab al-Fitan, the chapter, wal-Malahim, the chapter of fitna or testing, and Malahim was like crisis or fighting, wars, something great will happen with the Jaddah, with the Dajjal, and so on. Or Bab al-Alamat al-Sa'ah, the Bab, the chapter of the signs of the hour. And he mentioned Ibn Kathir, and Qurtubi has many books about, as an example of the people who collected these signs.
then the Sheikh mentioned he went through all the hadith of Rasulullah and Quran, and he counted 120 علامة, 120 signs of the minor signs. 115 already happened, already done, and we are waiting for 5. Okay, and this is an indication that the hour is very, very close to us, because we only have 5 remaining. And as Allah Subhanahu said in the Quran, لا تأتيكم إلا بغتة. We have the signs, but we don't know the time, because as Allah said, it will come as a surprise. Okay, it will not come with introduction, or it will take certain time. It will come all of a sudden to us. And inshallah, the Sheikh, he said, if I have a series of lectures, I will go through all of them for you. على سبيل المثال, النبي عليه الصلاة والسلام ذكر تاريخ الأمة من بعده, بل ذكر نبوته وما بعدها, فقال عليه الصلاة والسلام ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها, ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها, ثم تكون حكما أو ملكا عاضا ما شاء الله أن تكون, قال عاضا أو قال عضوضا ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها, ثم تكون حكما جبريا ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها, ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة, ثم سكت صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي ذكر 5 مراحل, 5 مراحل, الأولى النبوة ختمت بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام, الخلافة الراشدة قال الخلافة الراشدة بعد 30 عاما, فحسبت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي, فإذا هي 29.5, ثم بويع الحسن بن علي رضي الله عنهما فأمسك الخلافة 6 أشهر, ثم تنازل عنها طواعية لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما, حقنا لدماء المسلمين فيما عرف بعام الجماعة سنة 41, ففي اليوم الذي تنازل فيه الحسن كانت تتمة 30 عاما, ومضت الخلافة الراشدة لتبدأ المرحلة الثانية الحكم العضوض الورثي, فكانت الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة الإخشيدية والدولة الأيوبية والمماليك والعثمانية, إلى حين العثمانية حكم ورثي. طبعا في حكم ورثي موجود الآن أحيانا, يعني موجود في المغرب, في الأردن, في السعودية, لكن له معنى آخر. لغاية لما سقطت الخلافة سنة 1924 على يد أتاتورك, كانت سقط الحكم الورثي. قال عليه الصلاة والسلام ثم تكون حكما جبريا مبني على الجبر, القهر, الظلم, وهذه السمة الكبرى في العالم. طب ده دكتاتوري, ده شيوعي, ده ديمقراطي, ده ورثي, أيا كان, لكن السمة الغالبة ماذا؟ الجبر. والجبر ليس أخو الهندسة, إنما هو الجبر الذي بمعنى القهر والظلم, وملئت الأرض ظلما وجورا. هذه المرحلة التي نعيشها. إذن كل هذا من علامات الساعة التي مضت. قال بعد هذه المرحلة فيما ننتظره, قال ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة, نفس الوصف الذي وصفت به الخلافة أيام الخلافة الراشدة الأولى, خلافة راشدة على نهج النبوة, كذلك تأتينا خلافة راشدة على نهج النبوة على يد مهدي أهل السنة والجماعة محمد بن عبد الله المهدي, يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. ملئت أم لم تملأ؟ ملئت, فيبقى أن ننتظر إن شاء الله القسط والعدل على يد مهدي أهل السنة, الذي طالما تضارب الناس في الكلام عنه, لأنه في مهدي عند الشيعة, فيقول لك لا احنا مش هنقول بالمهدي عشان الشيعة ما تقول الشيعة أو لا تقول المهدي, بتتكلم عن الوهم, الشيعة بتتكلم عن الوهم المنتظر اللي دخل في السرداب من عام 264 هجرية إلى أن لم يخرج, عج عج عج, يعني عجل الله فرجه. نحن نتكلم عن مهدي أهل السنة, صحت
ذكرت فيه 50 حديثا تأخذ حكم المتواتر المعنوي، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف المنجبر ومنها الضعيف غير المنجبر ومنها الموضوع. خلي عنك الموضوع وخلي عنك الضعيف غير المنجبر، ويمسك في الحديث الصحيحة والحسنة، ستجدها في حكم التواتر. وهذه علامة هي التي نحن ننتظرها، ومعها تكون أغلب العلامات المتبقية، الملاحم، عودة فتح القسطنطينية بلا سيف ولا سهم، فتح رومية اللي هي روما الفاتيكان. الله أكبر، روما لما تفتح بعد، روما ستفتح مدام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام قال ستفتح، يبقى ستفتح. يا سيدي قول إن شاء الله، ما هو شاء خلاص، هو شاء تحقيقا لا تعليقا. So the Rasul Sallam, the Sheikh is giving us an example of the 120 signs and we're still living in it. The hadith that Rasul Sallam said that the Prophet, like I will live with you, or the Prophethood will be within you, masha'Allah, for many years, the time of the life of Rasulullah Sallam. And then I will die, and then it will come a Khilafah Rashida, like a mature Khilafah or ruling according to the Prophets. They will walk and they will follow the Sunnah of Rasulullah in the way they rule the Muslim Ummah. Then it will be taken away. And the Sheikh mentioned, okay, and we will go. Then it will be Mulk Adud, like a kingdom. And it started with Umayya, Abbasiyin, Abbasis, and till the Ottoman or the Ottoman Khilafah, and then it will be taken away, and then it will be Hukman Jibreel, like ruling by force, which is similar to the military. You know, every time in Africa, you see every day we have whoever wake up early, he will do a coup, take over the country, but they force people. They don't. There's no election, there's no shura, there's no democratic life, but they force people according to their agenda. And then Rasulullah said, and after that, which is what we're living right now, and after that, it will be another khilafah, Rashida, mature, governing according to Rasulullah. And the Rasulullah paused, didn't talk anymore, meaning this will be the end. And then the Sheikh explained that we have during the Khilafah, after Rasulullah, we have Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, and they ruled for 29 and a half years. Okay? Because we have a hadith, Rasulullah said that the Khilafah will be for 30 years. So actually, the fifth Khalifa is Al-Hasan ibn Ali, radiallahu anhu. He ruled for 6 months only, half a year. So you add 29 and a half plus 6 months, it will be 30 years. And he, because of the fighting between the Sahaba, he gave the Khilafah to Muawiyah to settle things down, because we almost had something similar to a civil war. So he did not, like he resigned and he gave the Khilafah to Muawiyah, and they call it Aam al-Jama'ah. This is the Aam al-Jama'ah came together again and they stopped dividing and fighting. And then the Mulk Adud, which is something with Muawiyah, radiallahu anhu, to the Ottoman Empire or Ottoman Khilafah, which is collapsed in 1524 by Ataturk. And from that day, we have the new system that we see in the last 100 years with different governments. We have dictators, we have communists, we have different ideology that rule the whole world, especially Muslim in their own agenda. But the main criteria among all of those is forcing the Muslim Ummah, the Muslim people, to a certain agenda, and there's a separation between the rulers and the people. And then the Khilafah will come, as the Sheikh saying, as per the Hadith of Rasulullah, on the hand of Al-Mahdi. Al-Mahdi is the guiding one, you know. His name will be Muhammad ibn Abdullah, similar to the name of Rasulullah. And he will fill the whole earth with justice after it was filled with injustice. And we have to differentiate him between the Mahdi of the Sunnah, or the people of Sunnah, or people of Islam, and the Shia. The Shia claim that the Mahdi, in the year of 260, I forget his name, Al-Askari, Imam Al-Askari, Al-Hassan, Muhammad ibn Hassan Al-Askari. Muhammad Al-Askari,
one of their imams, he went to a basement and he disappeared. And they're still waiting for him. Okay, good luck. So we'll let him win. But the sheikh saying that, you know, the Mahdi, according to the true Islam, we have more than 50 hadith between authentic, like 100% sahih, or hasan, a little bit degree. And we have even weak hadith, but the collection of all these hadith will make the hadith to a level what we call al-mutawatir al-ma'nawi. Al-mutawatir al-ma'nawi meaning it was mentioned in different hadith, and this is the second level of the Quran. The Quran is the most authentic text we have, and then the mutawatir, which is too many people will mention it, and it will be the second level of authenticity in Islam. Like Rasulullah, I have to get. You know, Rasulullah used to make dua and raise his hand. We don't have 50 hadiths or 70 hadiths saying Rasulullah raise his hand, but in different hadith, by the collection of all these hadith, we'll see Rasulullah will do something and he raises his hand. He will do something and he raises his hand. We call this mutawatir al-ma'nawi. It's not a verbal mutawatir. It's not word by word, but the meaning is was mentioned in different hadith, talking about different topics. So this is what the Sheikh is saying. So the Mahdi is so authentic that we have to believe it will happen. And Rasulullah even mentioned to Istanbul or Constantinople will be opened again with no fight. Even Rome, Islam will enter Rome. تنفتح روما. So Rasulullah said so, and inshallah it will happen. في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث منها ما تحقق ومنها ما لم يتحقق. على نهاية طرف الكلام هنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تفتحن من بعد رومية والقسطنطينية. قيل يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا؟ قال مدينة هرقل عن القسطنطيني. هذه تم فتحها سنة 1543 ميلادية على يد محمد الفاتح، ذلك الشاب ابن العشرين من عمره، والذي مدحه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إنكم ستفتحون القسطنطينية نعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها. محاولات كانت لفتح القسطنطينية أيام خلافة سيدنا عثمان لم تفلح، أيام سيدنا معاوية وعلى رأسها ابنه يزيد ولم تفلح، إلى أن فتحت على يد محمد الفاتح. ففتحت أولا، قال وبقيت رومية. ما رومية في معجم البلدان؟ روما، روما الفاتيكان. طيب إذن في علامة هنا تحققت وعلامة لم تتحقق. مثلا حديث آخر يبين لك ما تحقق وما لم يتحقق. إلى هذا العام المنصرم كان في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعود أرض الحجاز أو أرض جزيرة العرب مروجا وأنهارا. هذا العام عادت مروجا وأنهارا. في علامة يعني بين أنها تحققت أو لم تتحقق. كيف تحققت؟ انحسار الفرات عن جبل من ذهب، أو انحسار الفرات تحقق ولم يخرج بعد الجبل من الذهب. قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل الناس عنده فيقتل من كل 199، يقول الواحد لعلي أكون أنا الذي أنجو. لما نيجي ننظر لهذه العلامة انحسار الفرات عن جبل، انحسار الفرات عن الماء بحيث تمشي تخوضه بالرجل، صار هذا مصورا بالأقمار الصناعية وغير الأقمار الصناعية. الأطراف بتاعة الفرات صارت عبارة عن طرق جانبية بتمشي فيها السيارات، وبقي الجزء الذي هو يمثل قاع الفرات تخوضه الأطفال، تخوض فيه دون أن يصل الماء إلى ركابهم أو إلى أنصافهم، فإذا انحسر الفرات. لكن ينحسر الفرات، انحسار الفرات هذا يخرج من ورائه جبل، جبل من الذهب. العلماء قالوا لا، ده البترول، بترول ذهب الأسود، لا تأويل بعيد، تأويل فاسد، هذا تأويل فاسد، لأن البترول ظهر في العراق وظهر في الكويت وفي السعودية وفي ليبيا وفي الدول الإسلامية والعربية من زمان، إنما ده بيقول لك جبل
من ذهب، يبقى ذهب اللي هو الذهب الأصفر مش الأسود ولا الأبيض. ما احنا بنقول على القطن الذهب الأبيض ونقول على البترول الذهب الأسود، والجبل من ذهب ده ممكن يبقى عيار 18 أو 21 أو 24. وساعة ما يطلع الناس يقتتلون على الدنيا، خاصة في ظل الغلاء والبلاء اللي موجود الآن، وفي ظل الضعف والتفكك الموجود في العراق، الناس يقتتلون على الجبل لدرجة أنه يقتل من كل 199. نسأل الله السلامة والعافية. So the Sheikh mentioned that some of these signs happen and some is not, and some partially happen. And Sheikh mentioned that Rasulullah in the hadith that you will open, you will conquer or open with Islam the city of Constantinople or Istanbul and Walmumiyya, the Rome. And they asked him, Rasulullah, which one will open first? And he said, the city where Heracle or the ruler of Roman living, which is he used to live in Istanbul. And then Rasulullah mentioned that you will open Constantinople, and the best emir is this emir, and the best army is this army. And of course, the Muslims have many trials to open Constantinople or Istanbul for many years, starting with the time of the Sahaba until in 1543, Muhammad al-Fatih and Turkish brothers were able to open Constantinople. And then the other sign the Sheikh mentioned, he said that the Sa'a will not come until the land of Arab comes back green and have rivers. And subhanAllah, it didn't happen 100%, but last year, mashallah, they had many rains in Mecca and the desert, and many of you saw the videos that the mountain of Mecca, which is used to be yellow, it become green. SubhanAllah, even the train was traveling through and you can see green. So this is indication that it's going to happen as the prophecy of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The third one, the Sheikh mentioned that the river of Furat in Iraq, the water will disappear and you can see the bottom of the river. Even the kids can walk in the river because there is no water, and you will find a mountain of gold, and the people will fight over the gold to the limit that of 100 people, 99 will be killed. And you know, people will think, you know, I will be the survivor. So out of 100, 99 will be killed and one will survive because people are fighting over the gold. And of course, as Sheikh mentioned, some people say this is the oil, petroleum, like it's a black, the black gold. But he said this is not correct because, you know, they used to call cotton the white gold and the oil is black gold and so on. But Rasulullah mentioned the gold that we know. مثال لما حدث من علامات الصغرى وما ينتظر منها في مثل ما ورد في الحديث، إذا اتخذ الفيء دولا، الفيء يعني خير جاي للبلد، خير يعني عندنا في بلادنا العربية مثلا مصر بتمر بضائقة مثلا، يقوم يأتي خير من البلاد الغنية لمصر على أنها بلد فيها ضائقة، يقوم يتخذ الفيء دولا، دولا يعني دولة بين طبقة من الناس، الأغنياء، الأمراء، البتاع، البتاتيع كده، يعني يسموه الرز ويخلص الرز وكده. إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما، واحد يعطاك أمانة فأنت تغتنمها وتستغلها لنفسك وتستاجر فيها، ومنين ما يجي نبقى نعطيها له. والأمانة مغنما والزكاة مغرما، علينا كام زكاة السنة دي؟ حوالي مش عارف كام ألف دولار. ليه؟ تقيلة، لسه هطلع 25,000 دولار زكاة؟ طب ما أنت تشوف إنه الزكاة دي ربع العشر، أنت هتطلع ربع العشر، يعني هتطلع في كل 100,000 كام؟ 2,500، كل 40,000 مستكترها على ربنا وعلى فقراء المسلمين.
إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم العلم لغير الدين، شهادات سلاح في يدك، حاجة تأخذ بها يعني تتعلم صنعة وتكسب وكذا، والمرأة تتعلم عشان يبقى معها سلاح ضد زوجها وتعلم العلم لغير الدين، وأطاع الرجل زوجته وعق أمه، واضحة، وأدنى صديقه وأقصى أباه. أما أحب أكلم ابني في حاجة أروح لصديقه اللي بكلم ابني، كلم عبده في الموضوع ده عشان هو بيسمع كلامك ما يسمعش كلامي. أدنى صديقه وأقصى أباه. وظهرت الأصوات في المساجد اللي هي كناية عن الخلافات، والأصوات المرتفعة موجودة ما يكاد يسلم اللي دو 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 دو. يا جماعة في ناس بتقول أذكار وناس بتصلي وناس بتقرأ القرآن، أبدا انسى. وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره. اديله اديله ما أحسن أعمل لنا مشاكل وقضايا وبتاع، زي البلطجية والشمحطية والشبيحة، سميهم بلطجية عندنا في مصر وشبيحة في الشام، اعطيهم الخل. وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور. أوه. عندك خمور بتشرب في بلاد أوروبا زي المية، وفي بلاد المسلمين برضه. حاول أردوغان يمنع الخمرة في تركيا، أبدا ما قدرش. وشربت الخمور واتخذت المعازف والقينات. المعازف معروفة أدوات الموسيقى، والقينات المغنيات الراقصات، والاثنين موجودين. القينات تعني المغنيات والراقصات. وكان زمان يا إما في واحدة تغني وفي واحدة ترقص، دلوقتي اللي بتغني بترقص، هي واقفة على الخشب، هي قايمة بالنمرتين. واتخذت المعازف والقينات، ولعن آخر هذه الأمة أولها. أوضح مثال الرافضة وهم يلعنون أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام صباح مساء. عندهم دعاء اسمه دعاء صنمي قريش، في أوله اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وإفكيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، وأرادوا بالصنمين والجبتين والطاغوتين أبا بكر وعمر، وأرادوا بابنتيهما عائشة وحفصة. ودي أذكار الصباح والمساء عندهم. يبقى ولعن آخر هذه الأمة أولها. لغاية دلوقتي في حاجة ما حصلتش، كله حصل. يبقى دي اسمها علامات ظهرت. قال فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء، حصلت وبتحصل. الريح الحمراء بيسموها في الخليج الطوز، وظهرت عندنا في مصر سنة الريح الحمراء اللي ظهرت في مصر عاصفة، يعني عاصفة عاصفة بس تديك لون أحمر في اسود، وبسرعة القطار 40 ل 80 كيلو في الساعة، وتقتلع الأشجار في طريقها وتقلب السيارات. ودي حصلت عندنا في مصر في التسعينات، وبتحصل في كندا، وبتحصل في أمريكا، وبتحصل في الكويت كل شوية. يبقى دي اسمها الريح الحمراء، موجودة ومن زمان حصلت ولا زالت تحصل. يبقى دي علامة متحققة. فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء وزلزله. أوه خذ الزلازل بقى، حديث خاص للزلازل، لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. انت عندك الزلازل وتوابعها مش مبطلة خالص، وتطلع من تركيا تروح على باكستان، تيجي على إيران، تخش على البلاد العربية، تيجي على أمريكا، ما سيباش ولا حتة في الدنيا، بس جزئية جزئية. بس لا حين لحظة واحدة. يبقى إيه؟ فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا. الخسف بيحصل ولا ما بيحصل؟ بيحصل. ومسخا. لغاية دلوقتي عنده خسفا، كل ده حصل. خد العلامتين اللي لسه باقيين من ضمن الخمسه اللي قلت لك عليهم. ومسخا يعني قوم يمسخون قرده وخنازير كما حدث هذا من قبل لبني البتوع، للبتوع. طيب خسفا ومسخا وقذفا. قذفا قوم يقذفون بالحجاره كما قذف قوم لوط. وديها ان شاء الله هتحصل في بتوع اللي المثلية، الشذوذ الجنسي اللي واقع. يبقى باقي
ادي خمسه هم فيهم ثلاثه حصلوا واثنين ما حصلوش، فليرتقوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزله وخسفا ومسخا وقذفا. وايات تتتابع كنظام سبحه في ايدك اهي، كنظام بال انقطع سلكه فتتابع تك 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 ورا بعضه هكذا حتى تاتي علامات الساعه الكبرى. So the Sheikh continue. There's a long hadith that when the bounties of a battle or any good resources come from another country will be taken by the elite of this country. So the people in power, they will divide the wealth between them and they will not share it with everyone else. And the amana will be abused. Someone will give you money as an amana, you will think this is a winning for you and you will not give it back to him. والزكاه, and the zakah will be penalty. People will feel the zakah is a penalty, and you know Allah subhanahu wa ta'ala made it only 2.5% of the whole saving you have for 1 year. When they calculate the zakah, oh, this is too much. And people will learn the knowledge of Islam or even everything else, but mainly for the knowledge of deen, to anything else, not for the deen. Like usually people will learn Quran and Hadith to obey Allah subhanahu wa ta'ala, not to take a certain position among the people. So these people will learn and they will get their certificate, so we can say, oh, doctor, he has blah, 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 you know, and so on. And the man will obey his wife and disobey his mother. And the man will bring his friend close to him and will keep his father away from him. And the noises and the differences and fighting will happen in the masajid. People have to talk quietly and be good and show respect to the masjid. And the leader of the people will be the lowest one. Someone who is not important, someone is bad, he will become the leader of the community and the people. And we will respect someone because he's the evil he's doing. We are scared of his bad or wrongdoing that he may cause to us. So we'll honor him. We'll give him something just to protect ourselves from his evil. And the wine will be, people will drink wine. And people will take the music and singers and dancers. And the last people, or the current people, will curse the first people. And the Sheikh mentioned that some of the Shia, they will curse Abu Bakr, Umar, radiallahu anhu, and Aisha and Hafs, and so on. And then the Sheikh mentioned another hadith that five signs will happen as a signs of the minor alamat, or minor signs of Yawm al-Qiyamah. The red wind, like a storm, with red color that will destroy everything. And the earthquakes and the shaking of earth, and khasf, you know, when the split of the land and the cars will fall on inside the earth, and maskh, when people will be transformed to pigs and monkeys, and stoning by stones, sometimes like a volcano will happen, and you can see the stones travel because of the explosion, the strong explosion, and it will hit certain people out. Could be a punishment for Allah subhanahu wa ta'ala to certain people who disobey Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. احنا ونكونكلود ان شاء الله. يعني هذه نماذج من علامات الساعة الصغرى، وبينت منها ما ظهر أو ما لم يظهر كنماذج دون أن يعني يكون هناك إحصاء أو استقصاء. ولعلنا إن شاء الله فيما تبقى من دروس نعطي إشارات على علامات الساعة الكبرى واليوم الآخر وما فيه من مراحل تصل بنا في الأخير إن شاء الله إلى المستقر الأخير. والمستقر الأخير فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله أن يجعلنا من فريق الجنة وأن لا يجعلنا من فريق السعير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين حيث حان وقت الصلاة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So the Sheikh saying that inshallah in future he's still with us for a week,
and inshallah we will continue the different signs of العلامات الكبرى, the major signs inshallah, if you are interested. And till the end, and in the end inshallah we have two teams, team will go to Jannah and team will go to Hellfire or Jahannam or Ayatul Billah. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. خليكم قاعدين بس حد مش شايف, يعني اجلسوا, sit down please, sit down. I will make أذان.